لخط سر الحلقه بتاعتي معانا اليقطين هنعمله النهارده مهلبيه، ومعانا الكوسه معانا بالشوفان، وصدور الفراخ هنعملها سلطه. اللي هياخد مني شرح وتوضيح كتير اكتر اللي قرع العسل اللي هو اليقطين. ولكن بيسالوني في الكنترول نشتريه ازاي؟ البطيخه عارفينها نضرب ايدينا عليها كده، حمراء ولا مش حمراء، حلوه ولا مش حلوه. الشمام بنشوف اللي هي الريحه بتاعته حلوه كده، له ريحه طيبه بناخدها. الفكهانيه علمونا كده. ولكن اليقطين نشتريه ازاي يا مغازي؟ لازم نشوف الزهره دي هنا اللي موجوده عامله زي بتاعه البتنجان، شايفين دي اللي هي بتبقى ماسكه فيه الدرنيه، بتبقى كده في الارض الطيبه اهو. لازم الزهره دي تكون خضرة شويه، ما تكونش ناشفه قوي، ما تكونش قاسيه، عشان لو فتحناه من جوه هنلاقيه ناشف من جوه، هيبقى الشكل من بره اوكي بس ناشف، فلازم ده يبقى فيها خضار شويه بالشكل ده كده اهو. نبص عليها كده اساتذه المصورين حبايبي اهو بالشكل ده، لو قطعناها كده هنلاقيها بتميل للخضار شويه اهو، اللي هي العشبه ديت مش ناشفه قوي. هنقطعها بالسكينه، وانا حابب ان احنا نشرح ازاي نقطع قرعايه اشتريناها بالشكل ده كده ونخليها عندنا في الثلاجه نستخدمها في كذا حاجه. اللهم صل على النبي اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي، رزق وكمان خير جواها. لب اليقطين غني بالزنك، مفيد جدا، مكوع عام، كل حاجه في القرعايه دي نقدر ناكله. هناخد النص ده نخليه على جنب عشان نقطعه بعدين ونشيله عندنا في الثلاجه، نقدر نعمله ايس كريم، نعمله جراتان، نعمله بالبشاميل. اللهم صل على النبي. نخليها دي هنا كده، وناخد نص دي كمان كده. حد هيقول لي يا شيف سعرها غالي، وعشان اعمل مهلبيه اشتري واحده؟ بجد والله العظيم اسمعي كلامي، دي عندك في البيت تعملها حاجات كتيره. واقول لك على طريقه سهله، زي ما هي كده، زي ما هي هتحطها في الفرن تشويها، طلعها من الفرن كلها بالمعلقه كانك بتاكل ايس كريم. بجد انا بعمله كده زي ما هي كده في الفرن، مش محتاج اي حاجه ولا زيت ولا اي حاجه، اشويها في الفرن وتطلع من الفرن زي البطاطا المشويه، كلها بالمعلقه او اعملها لاولادك. طاقه، قيمه غذائيه، مفيده للقلب، صحه القلب، غني للشعر، بيقوي بصيلات الشعر، كمان مفيد للبصر، لقرنيه العين، مكوع عام، كل حاجه، غني بالزنك، مفيد، غني بالكالسيوم، كمان نقدر مضادات اكسده، كل ده في القرع العسلي. طبعا الموضوع اللي احنا نبحث عن القيمه بتاعته سهله جدا دلوقتي، والموضوع بسيط، اسهل من شرب الميه، ان انا بضغط على زر التليفون فوائد القرع العسلي، وانت معايا كده يعني، انتوا بتتفرجوا دلوقتي كده عليا، اكتبي دلوقتي على التليفون بتاعك فوائد القرع العسلي وقولي لي رايك ايه. نقشره كده وشيل قشره بالراحه. انا هعمله النهارده مهلبيه عشان الاطفال ياكلوا منه. طب ما المهلبيه فيها حليب يا شيف، تبقى صحيه ازاي؟ هنجيب حليب الدسمه طبعا، هنجيب حليب الدسمه فيه قليله. سكر لو تسمعي كلامي ما تحطلهاش سكر، زي هيك اكتفي بالسكريات اللي موجوده، اسمه قرع عسلي، اسم على مسمى. كده نقطع الشويه دول كده ونخليهم جنبينا عشان وما يتغسلش. زي ما انا قطعته كده هتحطيه في الايه، في الميه دلوقتي اهو. يتسلق زي البطاطا الحلوه، بس بعد ما تقشريه ما يتغسلش. شيل ده كده. اللب اللي جواه ده بيتباع الكيلو غالي جدا عند الناس بتوع المحمصه، عشان نبقوا عارفين انت المفروض تاخديه طبعا تنشفيه وتحمصيه. احنا عندنا خير كتير والله العظيم، الدنيا كلها بتحسدنا عليه. اليقطين ده والقرع العسل، وانا مسافر كفر الشيخ ورايح اسكندريه على الطريق الزراعي، ناس كتير بتبيعه ورخيص جدا في متناول الجميع. يعني انا ليا ناس حبايبي في السعوديه، لما بكون يقول لي يا شيف هات لي معاك قرع عسل، ده مش موجود في اي، لان الارض الطيبه مصر اهو، ربنا انعم علينا بيه اهو اهو، وغالي جدا بره على فكره. معانا اتصال يا عم اشرف، ازاي؟ يا صباح، يا صباح الفوائد، صباح الفل يا عم اشرف. مفيش سمك النهارده يا عم اشرف، في قرع عسلي، اسكندريه يحبوا السمك. ده 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 من النباتات الجميله جدا، المدره للبول، اللي بيساعد على الهضم، اللي بتقي من السعال، علاج للبواسير. ايه الحلاوه دي؟ كتير جدا 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 فوائدها، من ومكوع عام طبعا زي ما حضرتك قلت يعني. حلو قوي، الله يبارك لك. اما الشوفان حضرتك، الشوفان اللي حضرتك بتشتغل بيه دايما، بسم الله ما شاء الله عليك، الله اكبر، بيساعد على نمو العظم، وبيساعد على نمو الاطفال، وبيساعد على طول القامه.
الله يبارك لك يا عم اشرف. هي والشعير ونبات وخبز الشعير. خبز الشعير برضو بيساعد على نمو القمه. المشكله ان احنا ما بناخدش الحاجات ديت ومش بنسمع كلامك يا شيف. ليه يا عم؟ لسه بنسمع كلامه زي الفل. لو بنسمع كلامك بناكل الشمال وبناكل الحاجات دي. بسم الله بسم الله ما شاء الله عليك. انت علم ومعلومه وفي نفس الوقت ايد حلوه وحاجات جميله. الله يبارك لك يا عم اشرف. شايف القرع بيتكلم مصر ازاي؟ لونه الحلو. انت عارف اللون ده بيفتح النفس يا عم اشرف؟ اللون البرتقاني ده يا حاج بيفتح والله العظيم بجد. يعني اللي عايز ياكل ونفسه قافله يبص للون ده وانا بحطه في الحله كده اهو. لون البرتقاني يعني حتى لونه كمان شهي انا بس احنا مش بنسوق له، احنا بنقول حاجه ممكن تكون احنا غايبه عننا شويه ومش ملتفتين بيه او مش مهتمين بيه. لان اللي بشوفه عند الراجل بتاع الفاكهه حطيت له 3 4 كده على الرف اروح كل يوم اعدهم اقول له حاج ما حدش بياخده، انا اللي باخدها. بس دي انا جايبها يعني دافع فيها فلوس، كنت دايما بجيبها ما بدفعش فيها بصراحه يعني يقول له خدها يا شيف يلا فوق البيعه. شوف الدرجه للدرجه حتى بتاع الخضار بيديها كده فوق البيعه بعد باخد منه شروه. هنحط عليه الميه بس خلاص هنسيبه يستوي. القرع العسل اخليه كده الجمال بتاعه عشان عارف مخرجنا الجميل بيحب الالوان الحلوه. وكده انا شلت القشر ده بيتشال خلاص كده انا خلصت من الايه مهلبيه بتاعتي. ودايما بنستغل الفرص طبعا وانا في الفاصل عشان ما ازعجش حضراتكم بشغل الخلاط بتاعي كده اهو. خلص ما عنديش الهاند بيكسر اللي معاك ده يا شيف، اعمل ايه في الخلاط؟ بس لازم تبرديها عشان تضربها في الخلاط عشان ده ضد السخونيه طبعا والحراره، عشان نبقى كل حاجه بنتكلم، عشان ما تعمليش ايه تغدويه سخنه كده تحطها في الخلاط تبوظ الجلده بتاعه الخلاط تدي عليا. خلي بالك والحاجات دي بتحصل. معانا جوز الهند. الله جوز الهند ده يا شيف جميله. شويه سكر حلوين عشان الاطفال، شويه فانيليا، ونقلب دول مع بعض وخلصت المهلبيه. الشوفان هنحطه دلوقتي يديني قوام. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ شايفين ده؟ مهلبيه كلها شمعه منوره اهي اهي، تشيلها من النار زي الفل يا عم الشيف. ونغرف المهلبيه بتاعتنا دي كده. ولو بتسمعوا كلامي وبتحبوا الشيف المغازي اعمليها لاولادك النهارده. مهلبيه القرع العسلي اعمليها لاولادك النهارده، هتدعي لي بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها. نجيب طبق التقديم بتاعنا، كاسات، طبق كبير حسب الرغبه. حابب اغرفها في طبق زي ده كده حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا شوفان. جوز الهند مفيده، القرع العسل مفيد، ألف هنا وشفا. راح تزوري حماتك، راح تزوري ماما، راح لحد من قرايبك بتحبيه وبتعزيه، اعملي الطبق ده وخديه معاك هدية. بلاش تاخدي دستة جاتوه، أسهل حاجة يا حبيبي وأنت جاي هات دستة جاتوه. راح أزور ماما، راح أزور حماتي، الراجل طبعًا هيجيب هيقدر يقول لأ. يا حبيبي وأنت جاي هات تورتاية علشان رايحين نزور ماما. خدي اعملي اللي أنا عملته ده هتدعيلك. كبار السن الصغار مفيد جدًا.